مهدي حميدة، حبابك والله. هلا بك أخونا مهدي، أول الحاضرين أو أول المعلقين. حبابك الطيب بخيت، حبابك بنت البدر، حبابك حبابك والله، حبابك يا ركزة. عبد الحي، علي إبراهيم، تاج الدين، أبو رهف، مهدي حبابك، يوسف ود العمدة أو العمدة، عماد سليمان بشارة أو سليمان بشار. هلا بك والله أخونا كمال محمد، هلا بك فتوح، هلا بك محمد إدريس، هلا بك نصر الدين الراكز، كمال هلا بك والله، عبدو سعد هلا بك. العمدة قال وين القياب؟ قياب كيف يا عمدة؟ يوميا لايف، وكمان عملنا إضافة بتاعت فيديوهات مختصرة وأكثر من 25 بوست يوميا. في اليوم لو ما نشرنا منشور 16 بوست. وبعدها تقول لي وين انت؟ الوين انت المسجل الغياب؟ دقيقة والله نحن ما نكسب مشاكل يا فينا المكفينا. دقيقة الزلة قال انا والله محتار شديد، دايما بطلت اسمي. لا اسمك حنثبته عديلة، ها اسمك حنثبته يا عثمان يوسف، ما انا ما عندي معك مشكلة شخصية. كان داير رقم الواتساب ذاته اديك لوين المشكلة، تواصل معي صباح ومساء. انط اسمك ليا، العفو يا العفو يا مستر عثمان يوسف، ثبتنا التعليق بتاعك. الناس جات الشير اخوانا، نحن بيجينا نعاني من الاشكاليه بتاعت البلاغات، فالبلاغات دي حلها عندكم انتوا، شير لايك والتعليق بيتم، بالاضافه للملصقات دي اللي بتقوي اللايف وتحافظ على اللايف. ما هو لا يمكن يا اخي انا اشتغل لايف ساعه ويتحذف في دقيقتين، لا يمكن يعني. الناس شير لايك وملصقات، طلعنا في الزمن متاخر، اعتمدنا على الموقف العمليات المختصر. ابو عصومي انا قاعد متكيف منك، خدنا ندى جدا يا ندى، جدا 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 يا خدنا شامة، جدا تعليقك شفته. هلا ما قصرت والله، تسلم يا سمي ابراهيم، هلا بك، تسلم يا عز الدين. هاشم مرغن حبابك، هلا بك. جدا يا ريلاكس، ما في مشكلة، نطلع بدري وين المشكلة؟ تسلم يا اخونا عثمان. مشكلة طيب، الناس جات الشير، الف شير كده على السريع، بشريات جدا، البشريات جاية يا معلم، الناس ما تنسى الشير عشان تجيب الناس المايات. جدا 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 يا اخونا محمد عبد الله، اوكي اتفقنا، جدا ادم. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل اللايف وقبل ما الناس تشير،
في موضوع لازم نتطرق له يا اخواننا الايام دي. قلنا لكم الخطر والمخطط كبير جدا جدا، لدرجة ان الناس دي بقوا يدوروا فيديوهات قديمة لا سنين، والله يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، الناس دي ما عندهم مصداقية نهائيا، نهائي مصداقية ما عندهم. انا والله صدمت صراحة في الجناح السياسي للميليشيا دي، والله صدمت فيهم يا اخي، مصداقية يا اخي سبحان الله يا اخي، الشعب كله كشف حقيقتكم. هسه الليله جايب لكم فيديوهات لا سنين سنين عدد، عشان شنو؟ عشان تخلقوا فتنه بين الناس. وعشان شنو يعني؟ دايرين تصوروا للناس انه يا اخي والله العظيم، ما هو الشيء اللي حصل ده انت قال لك احنا بيرضينا، ما هو ده الفرق بيننا وبينكم، ان احنا همنا وطن وانتوا همكم كراسي، ان احنا صادقين صادقين في الاصلاح، وصادقين في محاربه الفساد، وصادقين في اننا نبني دوله ونكون دوله، دولة قانون، وانتم مشكلتكم دايرين تحكموا شطحاتكم وطمعكم وهوسكم، وفشلكم الان وصلكم بقيتوا مطبلاتية لمنو، مطبلاتية لميليشيا مما كنت سوار، سبحان الله، يعني بقيتوا ما عندكم مصداقية لا في بوستاتكم، حتى كتابكم، كتابكم ذاته ما عندهم مصداقية. الواحد يكذب في اليوم 500 كذبة، ده كله عشان شنو؟ عشان يرضي الناس، يرضي الجنجة، ده كله عشان مرتب ويستمر. طيب سيبك من الكذب، ده كله عشان شنو؟ يسوق الناس بالخلا. لكن والله هات هات، نحن لكم بالمرصاد، ما في اي شيء حاصل في كسلة، الناس طلعوا طالبين بحقهم، الناس طلعوا طالبين بحقهم. انا الليلة ابراهيم ده، انا ابراهيم ده الليلة لو يتمسك لي زول كويس و الزول ده عذب وحصل له اللي حصل ده، بعترض، لكن بعترض بطريقة كويس، او بيقدم مطالبي بكل ادب وبكل احترام، عشان الشغله دي ما تكون فوضى. وبعدين في قانون، وانا الكلام ده قلنا لكم، كان عساكر كان ضباط، ما في جهه بتحميك، في النهايه بتترفع منك الحصانه وبتمشي السجن. انا وريتك العسكري او النظامي اقرب للسجن من المواطن، قرعه واحده بره والتانيه جوه. ادوك توجيهات قال لك دق الزول، قول لهم لا. ادوك توجيهات قال لك سخن الزول، قول لهم لا. ما تقول لي جنابه ولا ما جنابه، جنابه ده بعدين بيوقف منك فوق، بيسحبوا منك الحصانه، ترفع منك الحصانه، بيقدموك كبش في ده، موضوعك بينتهي. والله ما في زول بيقف معك، والله العظيم ما يذكروا كل الناس بيتكم. انا بقول لك صراحه ما عندي شغله بيزول، انا الاستخبارات اشتغلت فيها، البوليس اشتغلت فيه، اياك ثم اياك تشيلك، زي ما بيقولوا كده، يشيلك حماس وتقعد تمثل لنا فيها، يعني انت ما عارف شنو، خلي قانونيا بس شغله، خليها تمشي قانونيا، سيب الشغله تمشي قانونيا. متعاون تبع الجماعه تبع الميليشيا، خليه يمشي القاضي، ان شاء الله القاضي بعد ذاك يديه حلاوه. انت شغلك شغل تنفيذي، شغلك شغل تنفيذي فقط، ان شاء الله القاضي بعد ذاك شفته يديه حلاوه نهائي، ما عندك به شغل. ونحن عشان ما ندي ثغرات زي دي، الانضباط ثم الانضباط، قاده الاجهزه الامنيه اضبطوا عساكركم، اضبطوا عساكركم، اشتغلوا شغل قانوني، قننوا شغلكم واضبطوا شغلكم، والله العظيم عشان ما تجيبوا الكوابيس للناس. نازل بيصطاد في المياه العكره، الليلة فجأة طلعوا لك مواضيع قديمة، ونسوا انه ميليشياتهم دي محتجزة ناس بالالاف، ولا عندهم اي ذنب غير انهم مواطنين بس ومحتمين بهم، ما في مزول يوميا بيموتوا. عندك المعتقل بتاع الرياض ده، شوف الممارسات اللي بتتم فوقه، يوم واحد دي قلت لك جماعة من الجماعة العاملين فيها لا حربيين ديل نزلوا وقالوا يا اخي والله العظيم ندين، لا لا ما في، الشغلة كلها بقت كلام فارغ في كلام فارغ، فالناس زي المنتهين. فعشان كده يا اجهزه امنيه وانت عسكري، ما تدردق نفسك، واشتغل دايما براسك، ما تشتغل بالعاطفه بتاعتك، ولا تشتغل تصف تشتغل شغل خارم بارم ساي، اشتغل شغلك يا زول. انت في جهه تنفيذيه ما في مشكله، لكن سخن ودق والكلام ده ما ينفع. اخواننا في كسلة، نصيحتنا لكم فوتوا الفرصة على المتربصين،
ده موضوع بيحل، يمكن ان يحل بالقانون، وانت صاحب حق ما تضيع حقك بالشغل التخريبي، ما تضيع حقك بالشغل التخريبي. لحد الان انت صاحب حق، ما مشكله ما مشكله. زول ده طالما انه ما اتعرض على اجهزه او ما اتعرض على القضاء والقضاء اتخذ اجراء فيه وقاعد في مكاتب او في مركز او في مقر جهاز الامن المخابرات، حصل له يتحمل المسؤوليه. الزول عمل الحكايه دي بس، ده الموضوع لحد هنا، حقكم بيجي بس نفوت الفرصه، ما عندنا حاجه تانية اللي يزول ولا دارين نفتح لنا بوابه جديده. نحن همنا واحد وبرنامجنا واحد، عندنا الان العدل بيهدد وجود الدوله السودانيه واحد، يعني اللي هم الجنجة، ما في اخطر منهم على الاطلاق، ما في اخطر منهم. هسه لو وصلوكم هناك بتشوفوا ممكن يتعامل، لا زال ما عند يعني سبحان الله مستعدين يعملوا اي حاجه في الدنيا. فنحن اول حاجه الاولى انه نحل مشكلتنا معاهم، ومشكلتنا معاهم ما بتتحل بتفاوض كما يعتقد بعض الناس، لا مشكلتنا معاهم بتتحل كويس بيستسلموا او البل يكون متواصل بس. طيب فيما يتعلق بموضوع الطيران، قلنا لكم الجنج الايام دي تركيزهم كله على تجريم الطيران او تجريم القوات المسلحه وتشكيل ضغط دولي بقرض حظر الطيران، السلاح الوحيد الان اصبح كابوس للجنجة وما لقوا له حل، واعاق تحركهم سلاح الطيران، مع انه التعليمات فيه بسيطه. لو بدوا الطيارين ديل كويس بدهم يشتغلوا باستمرار، وبدهم يعني زي ما بيقولوا كده بوزعوا لهم او بيزيدوا لهم الجرعه، الدنيا ده كان ممكن يصرف اكتر من كده. هسه بالشغل شفت العينات ده، والشغل العين عينه ده الناس دي شوف داقين جرس كيف، شغالين تمثيليات، شغالين تمثيليات. يعني احنا شفنا عربات مدججه بالسلاح اثناء تحليق الطيران، الناس دي بيجوا بيدخلوا في المواطنين بيتلوا وبيجروا منها، بيتلخبطوا مع المواطنين. الطيران ما قاعد يدقوا مع المواطنين، الطيران ما قاعد يدقوا مع المواطنين، بدق تجمعاتهم او الهدف الظاهر، بعد ذاك هم بيدونوا تجمعات المواطنين او اماكن سكن المواطنين عشان يجي يقول لك يا اخي والله ده هاون، كله شغل بتاع هاون. بدق المواطنين ويجي يصور ويقول لك قال ده قام الطيران، ما هو المواطن ده بيقدر يفرز ولا يقدر يميز لك ما بين دي دانه بتاعت هاون او دي دانه بتاعت طيران؟ مستحيله طبعا، ما بيعرف يصور، وفي النهايه زول مرتب او زول يعني مجبور مكره، ما حيقدر يقول حاجه حتى لو قاعد في اماكن سيطرتهم، لو ما معاه ما حيقدر يقول حاجه، حيمشي مع على حسب مزاجه. صور صور قول قول، اطلع نبز برهان اطلع نبز برهان، اطلع نبز الجيش اطلع نبز الجيش. فالايام دي الطيران عامل لهم كابوس النازل، وباي شكل من الاشكال عاملين فيها دايرين ضغط دولي، شكلوا ضغط دولي عشان الطيران يتحذر، لكن هيات هيات ما في جهه تقدر تحذر الطيران على الاطلاق، وحيستمر الشغل ده ولسه والله العظيم في منه كثير يا جدي. مو انا من بدايه الاحداث قلنا لكم حاجه واحده يا اخي، والله العظيم الجيش ما بتقدروا عليه، انتشاركم ده شايفين انه يمشي القريه الفلانيه وقاعدين، ده انتشار انتوا ذاتوا عارفين انهم حققين نتيجه، حققين نتيجه وعارفين انكم تعبتوا تعبتوا وقلتوا الروب وقلتوا واي، لكن بتشجعوا نفسكم بالفيديوهات وبتقيبوا في ناس وبتشركوا دايرين تجيبوا ناس جداد عشان يشتغلوا، وفي النهايه يجربوا ايش الحاصل. ما في والله العظيم بلد دي غير جيش ما بتمشي، انا بقول لك عدل غير جيش والله العظيم ما بنعترف باي قوه. لا تقول لي ما عارف ماليشيات، لا لا بس جيش قوات مسلحه، نعم قوات مسلحه تحفظ من البلد، تحفظ حدودها، تحفظ ممتلكات ممتلكات المواطنين، تأمن المواطنين، بعد ذاك نشوف قصة الحكومة كويس المدنية دي. لكن ماليشيا تدمج والطلس ده لا، أي أمل للناس يجوا أو يعترف بهم أو تكون في شرعية يقعدوا معاهم أو تاني نرجعهم لوضعهم القديم لما قبل 15 أبريل، لا على الإطلاق. مهما حدث ومهما حصل ما في كلام فارغ زيادة.
ما في كلام فارغ زي ده. حل عندك اتنين، او تستسلم ارضا سلاح، خذ سلاحك ترجع منه 100 خطوه ورا وتقول انا استسلمت، او داك ما في الشغله تستمر. لكن تصمت. يوم واحد ما شفنا عسكري بتاع جيش طلع صور فيديو قال يا اخي والله العظيم الجنجة ضربونا بالمنظومة الفلانية. انا ما حصل شفتها يوم واحد عسكري بتاع جيش او ضابط جيش طلع قال حسبنا الله ونعم الوكيل في الجنجة ديل ضربونا بالمنظومة الفلانية او ضربونا، لا لا. وقعدت استخدم منظومات وقعدت استخدم حاجات كثيرة جدا جدا، ما في يوم واحد، ها ما في على الاطلاق. ليه؟ لانه انتوا ما قوة منظمة، انتوا عبارة عن ملايش ودارين تختاروا السلاح اللي بضربوكم بيه، ها؟ ودارين تختاروا الجيش يتحرك بتين والجيش ما يتحرك بتين، ودارين تتلبدوا جوا البيوت، ها؟ وده جيش محترف ومجرب ومتمرس. مجرب ومتمرس. فأحسن هجنجة تركزوا وتثبتوا، ها؟ وتشتغلوا شغلكم. البكا والجقلب والله ما بتنفع. تيران ده ما حيجيف. ما حيجيف. ما حيجيف، اشتغل شغل كويس جدا جدا بس في مدني. وحتى اليوم برضه مواصل لبعض المناطق برضه شغل بالملي. جنجة صر والله لا في مواطن ولا عندهم شغلة بمواطن. جنجة صر يرفعوا الجنجاي وسلاحه تحت مولع نار يقول لك قال ده المواطنين، مواطن كيف؟ وسلاحه تحت مولع نار. كده سؤال، ها؟ وبعدين شوف الربكة والارتباك والطلس بتاعهم، وحنقاتلكم لمية سنة سواء قبل خلف طلس ساي ما بتقدر. حالات كبيرة جدا جدا، ها؟ بتاعت هروب حاصلة في كل المحاور دي والله، حالات لا تحصى لا تعد. تقسم بالله نازل يوميا بهرب البي جديد ده قال ليه، لكن والله يوميا بهرب والبحاول بتخرج. عشان كده قاعد نقول شددوا على بعض الارتكازات، بعد التفاتيش شددوا. ما يزول يجي ماشي كده طوالب العاطفة، والله ما عنده ورق، والله ما عارف ورقي وين، والله شنو، وما عارف هناي، ده ما ينفع. جنجة كتار قاعد خارجه، متعاونين كتار قاعد خارجه، متعاونين كتار قاعد خارجه. عشان كده الشغل الرغابي ده لابد منه، والتكفيل لابد منه. لا يمكن يجي يعوز فساتنا بس سنة وأكتر ويأمن نفسه يجي من الشباك متحرك وأنت قاعد حارس شنو؟ حارس منه؟ ما من منه ده. كده سؤال، ما من منه. على العموم يا جنجة يا هيدا، نحن والله لا بنشكي لا بنعيط ولا ياو، حرب مستمرة من بداية الحرب دي، وما اللي قلنا نحن تحنا ونرتاح ذاته إلا الشغلة دي تنتهي. والله العظيم لا دارين معاكم قعاد ولا بنقعد معاكم ولا عندنا معاكم أي حاجة. عندنا أخطاء وعندنا هفوات وعندنا تقصير وعندنا قيادات مرخيين ما بيشبهوا الجيش ديل، حنفضل ننق وننتقد فيهم هنا كده، ها؟ لحد ما يتخارجوا مننا زي الربيع والجماعة ديل. يعني احنا قلنا يودوهم الدروة وودوهم مناطق تانية، قلنا يودوهم الدروة وودوهم مناطق تانية، لأنه ديل أساسا بقوا سبب في نزوح، وبقوا سبب في قتل، وبقوا سبب في تدمير آلاف المواطنين بتقصيرهم ده. بس بدل يودوهم الدروة لا ودوهم مناطق تانية. لكن برضو طالما حركوا برضو كويس، لأنه الحتة اللي قاعد فيها الآن ما بتستحمل إنه زول زي ده يكون قاعد فيها. طيب نشوف الناس جات شيرت ولا ما شيرت. الناس شير أخواننا، الناس شير عشان شايف اللايف ده تقيل. شير أخواننا الشير ده بعيد يا ناس، الجواز سدل. طيب في حاجة احنا ما دارين ننساها، ناس المرور في كل الولايات واخص ولاية شمال كردفان الأبيض، تقوى الله ناس المرور هاي، تقوى الله تقوى الله. نحن الشغل ده تقوم بتورونا للشغل بتاع المرور ده، شغل التحصيل في الظروف زي دي ما حبابه والله العظيم. الشغل التحصيل في الظروف زي دي والله ما حبابه، ما عشان انت منتظر لك حافظ بتاع تسويات
في النهاية همك كله تحصل القروش، تقعد تضغط لك زول يعني دول سايق توك توك، تقعد تمسك لك زول تقول له انت ما عارف ما رابط حزام، تقعد تمسك لك زول تقول له يا اخي انت سايق بشبشب، تقعد تمسك لك زول تقول له يا اخي والله العظيم انت الحالة العامة بتاعت عربيتك ما عارف شنو، تقعد تمسك لك زول تقول له يا اخي انت سايق هو الوضع ما بتحمل مخالفات زي دي. لما تكون داخل المدينة معلش في المرور السريع دي كان بيشددوا فيها، لكن المرور الداخلي مخالفات زي دي تكتفي بالإرشاد وبالنصح. أي سائق لقيته زي ده شفته بس أنصحه وأرشده أقول له اسمع لك الله أمشي، لكن حفاظا على نفسك وحفاظا على الناس اللي معاك يا أخي التزم بكذا وكذا، أربط حزامك، ما تتكلم بتليفون ما هناي، لكن شنو يصال ب10,000، يصال ب10,000 ولا تدفع 6,000 وتبقى مارك تتخارج. قايد المرور في ولاية شمال كردفان، انت دورك شنو بالضبط؟ عساكرك ده اقسم بالله العظيم اخر منه الجنجة، والله عساكر المرور في الابيض اخطر من الجنجة، والله العظيم على المواطنين يا اخي الازعار في السماء. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الراكز ايهاب كويس جدا، عمرو عبد الظاهر بعرفها بالحيل. الراكز ايهاب قال الناس دي القانصين جمع عمرو عبد الظاهر، فعلا الشغل اللي بيسووه فوقه ناس المرور، انا شايف انه ده شغل بتاع شنو؟ ده شغل بتاع عصابات، ده ما شغل رسمي، ده ما شغل بتاع رسمي. الناس اللي بيساوموك على الايصال عادل يقول لك ادفع لي 10 يا طلع السهله، تدفع 5 تدفع 6 يفكوك. الناس في شنو انت في شنو؟ الناس في شنو انت في شنو؟ مخالفات البسيطه بس تكتفي بالارشاد والنصح فقط تقول له امشي، لكن همك كله الايصالات وهمك كله التمنيتين وهمك كله الكسرات في الظروف زي دي. الناس يا اخي ما لاقي تاكل ولا لاقي تشرب، معقوله؟ فساد والله العظيم سبحان الله، تمشي الجوازات فساد، تمشي النيابه معارف فساد، تمشي معارف حتى في قضاة عديل بيجوا يمد يدهم. القضاء المفروض ذاته يحمي المواطنين وينفذوا القانون، والسلطه العليا المفروض بيجوا هم ذاتهم جزء منهم كدكات، معقوله دي؟ عشان كده قلت لك البلد دي كابوس اكبر من الجنجه ذاته. شفت النوعيه زي دي؟ النوعية زي دي اقسم بالله العظيم انا شايف الاولوية اللي جاهمهم اكتر من الجنجة، يبدو ما هو الحاجة. الناس في شنو انت في شنو؟ لكن من افضحكم والله العظيم ناس المرور قاعدين في الابيض وقاعدين في، اقسم بالله العظيم من صوركم نجيبكم هنا باسمائكم، باسمائكم وبتفاصيلكم وبسكنكم، بس بعد ما تقعدوا تستكلبوا كويس؟ بعدين ما تقعدوا تستكلبوا وتقولوا يا اخي والله ابراهيم قاصد، انا ما قصدك، انا قاصد عملك الشين بس. في شخصك كده انا ما قصدك ولا عندي معك شغله، لكن انا قصد عملك الشين انت، انا اللي بشهر بك وبجيبك هنا وبجيب تفاصيلك عشان جارك يعرف، عشان صديقك يعرف، عشان نسابتك يعرفوا، عشان اهلك يعرفوا انك انت عايش بالتمنيتين. ده ما وقت بيستحمل يا اخي، والله سايق توك توك ما فطر زاد. تيجي تقول لي جيب 10,000، جيب 5,000، جيب 8,000، تجيب لك من وين؟ يجيب لك من وين؟ في حاجات تقديريه، انت الشارع ده انت قايل يعني قانون ده، القانون ده في روح القانون يا زلمه. وقت الدولة كانت مستمرة والناس كان معايشة ماشية، كان في حاجات كده نحن بنتجاوزها، لمن الآن دار تيجي تمسك لك في شغلة ميتة؟ معقولة؟ هل يعقل؟ ده كلام ما بيجي أحسن والله العظيم تنضبطوا يا جماعة. وي والله العظيم الانضباط ده مش بمعنى إنك أنت لا مش إنك تقف تبع، لا تنضبط في عملك وتراعي ربنا، ده الانضباط الأصلي إنك تراعي ربنا والله. وبالنسبة لقائد مرور ولاية شمال كردفان عساكرك عساكرك والله ما في فرق بينه وبين الجنجة اللي قاعدين يشفشفوا الناس في الطريق وقاطعين لبن هنا هناك. أهم حاجة ركز لنا مع عساكرك ديل، شكاوي يوميا، شكاوي أي زلمة ما دار يشتغل ما يقعد هنا، خليه يتخارج أفصله، خليه يمشي يبقى جنجة عديل، طالما إنه دار الشفشفة أفصله، خليه يمشي يبقى جنجة عديل عشان يجي ناس الهجانة ديل يجقموا. لكن عساكرك أضبطهم، ده المفروض يحصل. طيب الخلاصة يا اخواننا، موقف العمليات مشرف، في تحرك، في تحرك نوعي، وفي شغل ممتاز جنوب الخرطوم بحري أم درمان تجاه الجزيرة، بالإضافة للشغل بتاع الطيران أو الجرعة الزايدة كويس بتاعت الطيران الأيام دي الحاصلة، وأنتوا شايفين جقلبة الجنجة وعياط الجنجة في الميديا كله بسبب الطيران، داخلة فيهم شريحة داخلة فيهم شريحة وينشغلوا بنفسهم،
لك فترة سمعت الناس زي اليوم وقال لك يا اخي احنا سيطرنا سيطرنا دخلنا مع لا ما خلاص شرحوا دخلت فيهم، معنوياتهم زيرو بالعمل النوع البسيط ده، بس الناس دخلتهم شريعة. فما بالك اذا فكوا القشم ده واشتغل عمليات ارضية واسعة. بتناقش مع واحد من الضباط ده قال لي يا اخي والله نحن كنا بنحجب، هو في كلامه يعني احنا كنا قال لي بنقول العمل النوعي ده هو المناسب او ما في بديل له في الظروف دي، نسبة للقناصة ونسبة لشنو وشنو. لكن قال لي الآن في أماكن أنا حددها لك وأنا ما دارك شايف في اللايف، في أماكن بحددها لك تحديد عديل، الأماكن دي الآن ما بتحتاج الكلام ده كله، ما بتحتاج الانتظار ده كله. الجنجة ذاتهم مو مصدقين هم قاعدين لحد الآن وإنه الجيش ما دار يتحرك عليهم، والله العظيم واحد من المصادر الجنجة في نفسهم اتحركوا فاتوا حتة قالوا والله نحن لو كان لقانا عسكري جيش بكلاش فقط كان انتهى مننا، لا تسليح ولا عارفين هم ذاتهم ماشيين وين ولا جايين من وين، لفوا كده لحد ما رجعوا تاني فينا. وعليكم السلام شمس، ده كله شنو؟ ده كله سبب فيهم، من السبب فيهم القيادات اللي قاعدين قافلين الجيش وما دارين يتحركوا، منتظر لي تعليمات عبد الحسين ومنتظر لي عمليات ارضيه واسعه بخطه واحده وبتوجيهات موحده وبمصاحبه سلاح الطيران وبال كله كلام فارغ ساي. حرك يا زول، نظف حولك، حرك شوف شغلتك يا زول، قاعد عندك شنو؟ عساكر ذاته زهقوا يا اخي، عساكر ذاتهم زهقوا وملوا يا اخي، شقالين حلاقه وشقالين والله العظيم زهقوا اقسم بالله. اهم حاجه العمليات الارضيه، نظف حولك يا زول، ما في زول قال لك انا نظف حولك حطاب ما تخجلوا. انا بتكلم عن القشم التحت، انا كلامي عن القيادات الموجودين المسؤولين من الشغل دي هناك، ما تخجلوا في شنو قدامكم. اطلع اقسم بالله العظيم لو بتشتغلوا عمليات نوعيه يا اخي انت، وعسكري ده جاي شنو؟ عسكري ده ما اصلا عارف انه يا يستشهد يا ينضرب يا اتأسر، هو جاي للكلام ده انت مصبن ولا شنو؟ ما تقدر تتفلسف عليه تقول لي والله العظيم يا اخي التقديرات بتقول وانت عارف في حرب المدن، لا 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 اتجاوزتها انت، شغلتك اتجاوزتها مسألة انه يا اخي والله العظيم القناص في حتة كله طلص، والله كله طلص يا اخي. قناص ما عارف يفتش اكل لقوا جماعنا في العمل الخاص، قناص ذاته راسه لاف فيه ما عارف ذاته قاعد وين، ما عارف يفتش اكل، حتى لم تفهم قال لهم انا قناص عديل وقاعد في الحته الفلانيه، وفعلا مشوا لقوا سلاح ولقوا تفاصيله. تاني انت اللي بيمنعك ما تتحرك ارض شنو؟ كده سؤال، اللي بيمنعك ما تتحرك ارض شنو؟ ننتظر لمتين يعني؟ لعام اخر ولا لمتين؟ كده سؤال. ما هو انت كده كده لازم تتحرك ارضي. كده كده انت ملزم لازم تنظف بحر عشان تأمن ام درمان. لازم تنظف بحر عشان تأمن ام درمان، عندك قوات عمل خاص ممكن تنظف بحري. ممكن تكابس اقسم بالله العظيم تشتغل النازل، وعارفهم بيتحركوا بمشط وصلوا لحد المنطقه تاني بيجي تعليمات ارجع وين؟ نقطه الانطلاق. اها لمتين حنقعد في الكلام ده، فكوا القشم يا حرب دي ما فيها خساره وفيها وقت الموجات الصحيح صحيح، النازل ما قدروا يعملوا حاجه لحد النازل هسي بيجوا في اخرهم، بيجوا في النهايه تقعد انت عاين له تقول له قال والله العظيم ما عارف يا اخي، كلام عجيب جدا جدا يا اخي، كلام عجيب جدا جدا. لمتين هو سؤال، نحن لو قعدنا لمتين انا تكتيكي الساده في القوى الصلبه انتهيت من القوى الصلبه، ارتكازات كان بيكون فيها 50 فيها 60 عربيه، الان بتلقى فيها عربيه واحده، وفي ارتكازات والله اسم ارتكازات بس هسه كان داير نرفع لك ونحددها لك كمان لمتين كده سؤال. لمتين ده كله كلام فارغ ساي، فكوا القشم خلوا الناس تشتغل شغلها، خلوا الناس تكمل. ايام دي الجيش معنوياته في السماء، الجيش معنوياته في السماء، اتحركوا افتحوا محاور تانية ينفتحوا فيها، ينفتحوا في محاور تانية عشان ترفعوا معنويات الناس. الفاجر الفاجر برضه ما الايام اللي فاتت دي ما قصروا، رفعوا المعنويات والناس اشتغلت، رفعوا المعلومات الناس اشتغلت. ما انا كلامي ده بقوله لك ليه؟
لانه المقدم الفلاني في المحور الفلاني قال لي ده المفروض يحصل، لانه العقيد الفلاني في المحور الفلاني قال لي ده المفروض يحصل، لانه العميد الفلاني في المحور الفلاني قال لي ده المفروض يحصل، لانه الرقيب الفلاني في المحور الفلاني قال لي ده المفروض يحصل، لانه المساعد الفلاني في المحور الفلاني قال لي ده اللي احنا شايفينه صح وده شايفينه احنا انسب المفروض يحصل. اتصلنا بلاقات من مواطنين انه ناس يجوا 3 انفار 4 انفار جابوا موتر، قائد يقول لك لا ما تتحرك خليك قاعد لمتين كده، سؤال لمتين يعني ده انت تدخلونا في عام تاني ولا شنو؟ تسلم يا عبد الله بيرام دقاش قال انا جيت حبابك والله. فالان انتم موقفين الشغل يا قيادات السيطره، موقفين الشغل، دارين شغل ارضي والله، خلاف شغل ارضي ما والله شوف لا طيران، طيران ده ما ثابت يعني، ده ما ثابت ولا مدفعيه ولا شغل المسيرات، ما لم يكن في شغل ارضي يكون في استحواذ ودفاعات جديده في بعض المواقع. ها انتوا معناها والله نحن مع ذاته ما عارف نحن نقول شنو، ده المفروض يحصل يعني، ما ناقصك عده قوات مستنفرين الدنيا كلها، داير شنو انت؟ داير شنو؟ عددك اكبر من عدد الجنجه، قاعد منتظر شنو؟ كده سؤال. غير كده في مواطنين قال لك نحن منتظرين الجيش، دايرين نشوف الجيش بعيوننا وبنتم باقي الشغل في بعض المناطق، اقسم بالله العظيم دايرين نشوف الجيش بعيوننا عشان يتم باقي الشغل، ده المواطنين. فما بالك فما تقعد تمسكوا الجيش وتقعد تشبكونا بخطابات ما في لا داعي، لا لا ده الراي العام وده كلام الضباط والافراد اللي قاعدين في القياده او اللي قاعدين في العمليات في المحاور في الجبهات بتاعت العمليات، بس تحركوا فكوا الجيش، ده المطلوب منكم والله، ما داري منكم اي حاجه انكم تفكوا الجيش، اللي بيستشهد ربنا يرحمه، واللي بيتصاب عاجل الشفاء، واللي بيتأذى ربنا يفك أسره، بس افتحوا الابواب وفكوا الجيش، ده المفروض يحصل، ما بتتحمل عبد الرحمن ده اكتر من كده، صبر سعادته ظافر عبد الرحمن ما بيتحمل اكتر من كده صبر، اتحرك. برضو عندكم ناس بحري شايفين براكم مقيمين الوضع، مقيمين الوضع، وعندكم وصلكم بعد كده تعالوا ورونا همتكم ورونا شغلكم. قياداتنا لو كل الميدانيه دي بس قفلت، لو ادى الحسين ده وما اشتغلت به واشتغل الشغل براكم بتشوفوا النتيجه، براكم بتشوفوا النتيجه، شوف الجنجه دي دخلت فين بدايه الاحداث بتسليحهم بدنيتهم بجاهزتهم دي كلها، والله جروا من الناس مسلحين بكلاش، فما بالك هسه الجيش عاد ترتيبه ودخل سلاح وصل قوات من حته لحته وجاهز، فكوا الجيش يا اخي اكتر من كده شنو يعني؟ شغله عجيبه جدا جدا. طيب بالنسبه للعمليات اخوانا ناس اطمن، في عمليات ارضيه نوعيه نطمع في المزيد، برضو يا جويه نطمع في المزيد، نطمع في المزيد، نطمع في المزيد، اشتغلتوا وما قصرتوا، محور بتاع الجزيره ده لسه محتاج في تجمعات، انتوا عارفينها تجمعات عارفينها، طيارين بيقول لك احنا ما عندنا مشكله، لكن السيطره تعليماتنا بسيطه، والله كميه من الطيارين المتعاملين معاهم هنا بيقول لك والله العظيم احنا ما عندنا مشكله، لكن توجيهاتنا بسيطه بسيطه، توجيهاتنا بسيطه يعني، يعني الشغل اللي حصل في السوق المركزي ده ممكن يحصل زيه في اليوم 100 مره، لكن ما قاعد تيجي توجيهات يعني، ما عارف القياده حنينه على الناس دي للدرجه دي، والله العظيم حنين علم، ما داري انه مصر فازين بالدم لا بالجرعه قرصه كده يعني، فده كلام غريب جدا جدا، الناس يا اخوانا وعندك بغداد سامي الطيب قرصه كده يعني. عندك سامي الطيب فده كلام غريب جدا جدا، سامي الطيب وزول ده احيانا الناس بتابع كلام ابراهيم يقول لك يا اخي والله العظيم ده المصطفى ده قاعد ينتقد ساي، انا ما بنتقد ساي، انا بنتقد بناء على معلومات صحيحه، لو ما بتاكد من الحاجه ما بقولها، ما عندي قصد مع الزول، قبل اليوم كلمنا لكم في سامي الطيب في احمد الطيب الباع الجزيره، الناس كانت ما بتقبل، لا لا والزول ده ضحك، قلت لكم يا اخوانا انا مطمن للاحتفالات، ما مطمن الزول ده والله انا ما عاجبني معلومات بتقول كده وكده، قالوا لا في النهايه سلم البلد وتخارج، هسه سامي الطيب ده
القرى بتستباح وهو قاعد. يا بتاع 18 ده افشل ضابط مر على تاريخ القوات المسلحة. سامي الطيب ده يحتل المرتبة الثانية طوالي بعد منه، بعد احمد الطيب. والله ده افشل قائد. انا بالنسبة لي الزول ده افشل من الربيع. شفت الربيع اتدخل سنار في ورطة ده؟ انا بالنسبة لي الزول ده اسوأ منه، والله اسوأ منه. زول ده قول لي بس من استلم المهام، من الحرب دي بدت؟ على الاقل عمل شنو؟ كده سؤال، الزول ده عمل شنو؟ من الحرب دي بدت؟ عمل شنو؟ جيش عنده، تسليح عنده، عمل شنو؟ سام الطيب انجز شنو؟ انقذ منه؟ حمى منه؟ حمى منه بس قول لي الزول ده جن جدل خشوا المنطقه الفلانيه، حرقوها، مشت، جابت حق النازل، دمرت، والله طلص. اعتماد كله على الطيران. قوات عمل بها عرض، نحن ذاتنا دفترنا من عرضات، ما دارنا نعرف معامل استعراض وعرض عسكري ومع ده كله كلام فارغ ساي. نحن دارين شغل ارضي عديل. سامي الطيب ما دار يتحرك، وفي ناس بيقول لك لا لا عشان الزول ده ما نجره يا اخي في معارك، ما عارف شنو، ما في كلام فارغ زي ده يا زول. كلام فارغ زي ده. انت عارف الشغله دي حصلت كيف؟ عارف ان الناس دي سحبوا كان متحرك من الجبل؟ جبل اولياء، عارفهم سحبوا كان متحرك؟ انت عارف ان الشغله ذاتها من البدايه نيه، سحبه كان متحرك، متحرك ده كان ممكن يعطل ويشتغل النازل اصلا. القوات اللي كانت موجوده في الجبل دي عشان تامن جنوب الخرطوم سحبوها ليش؟ سحبوها ووظفوها وين اشتغلوا بها؟ قال ادوا نازل قيادات عمك ود البخيت. الله لا كسبه. ده افشل قائد مره، افشل له مره على تاريخ القوات المسلحه، اقسم بالله العظيم. ود البخيت ده لو في قيادات او في دولة صحيح صحيح ود البخيت ده المفروض شفته من الدروة دي ما يطلع، يمشي الدروة بس المفروض يقع قبل الفارق اقسم بالله. قيادات مياتة، احمد الطيب، سامي الطيب، ود البخيت، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اخيب قيادات مرة على تاريخ القوات المسلحة، اخيب قيادات مرة على تاريخ القوات المسلحة. سامي الطيب ده الناس ترجمه، شفته ليل نهار تفعل الهاشتاج، الزول ده يمشي نتلحه بس زي ما قال عن الربع، نتلح برضه سامي الطيب ده يمشي بس. الزول ما نافع والله، اقسم بالله العظيم ما نافع. واصرار السيطره يا حتى ما تشيله يا حزول ده، احنا ما دايرينه يا حزول ده، بالقانون بيمشي. الزول ده قاعد كم سنه في نيل الابيض يا اخي، ما دايرينه، ما في تنقلات. الزول ده ودوا لنا في حته ثانيه، ودوا اي حته ان شاء الله سوقوه الدبر السودان بيغادي هنا، ودوا اي حته الزول ده، ودوا مكتب البرهان، ودوا اي حته، لكن الزول ده ما نافع. الزول مادي بس قاعد بس، لا بحرك ساكن ولا اقسم بالله العظيم باكل وبيشرب وبنوم واموره ماشيه وتلفوناته مدوره، ما عنده شغله يا زول. شوف غايد مين تلقاه، وما بغضب لنزح مواطن، وما بغضب لموت مواطن، وما بغضب لعرض مواطن، ده اقنع منه، ده اقنع منه والله. ده جنجي اخر منه اقسم بالله، ده جنجي اخر منه. ده زول يا اخي عاكس التسليح، عاكس المقاومه، عاكس الدنيا دي كلها، ما عمل اي حاجه. وبعد ده في ناس يقول لك لا والله يا زول ما تقصده. نقصده شنو يا زول؟ وهم ساكت يجي يقول لك ما عارف شنو. اقسم بالله العظيم ما عنده اي حاجه، يمشي بس. شوف معاويه بيغادي هناك عمل شنو في جنجي اللقطوه من كل افريقيا، جابهم له بغادي هناك في بابانوس. شوف ما عساكر عملوا شنو، تسليح وتسليحك ما في اي مقارنه، قوات وقواتك ما في اي مقارنه. اقسم بالله العظيم الهجوم اللي تعرضوا لنا في بابانوس ده ناس 22 ده، لو كان قائدهم سامي الطيب كان زمان الجنجه ديل قعدوا وغيروا اسم الفرقه ذات، كان زمان الجنجه ديل قعدوا وغيروا اسم الفرقه ذات. لكن مش شوف بيغادي معاوية، على الأقل ما قاعد تجي غيرها من معاوية ده. ومن درموت قاعد أنت ومعاك حيدر، وحيدر ذاته أفشل قائد مر على تاريخ القوات المسلحة. جبال نسينا ما أضفناه. فاشل أقسم بالله العظيم بكل ما تعمل، تحمل معنى الكلمة. قيادات قاعدين ساكت. ناقصك شنو؟ ناقصك شنو؟ وبعد شغلنا لك طيب. راكز يا ده قال شنو؟ تعليق الراكز ايهاب ده يا اخواننا، تعليق ده مش فوق.
طيب قال بتذكر أيام معارك الجبل، أنت كنت قلت شنو؟ أي قال بتذكر أيام معارك الجبل، أنت كنت بتقول ما بتسقط عشان القوة الكبيرة اللي هناك، لكن للأسف انسحبوا. فعلا والله يا راجل أقسم بالله العظيم انسحبوا انسحاب مباغت. والله أنا متابع مع رائد هناك، رائد من الجماعة اللي قاعدين هناك ديل كويس، حتى يعني سبحان الله هو ذاته ما كان خاطر في حساباته إنه الشغلة دي احنا حاجة اللي كان بنمرق القوات دي بنمرقها يعني مرق يعني بنحركها يعني بس حاجة كده شفتها من طرف المعسكر قال لي بنحرك بيمشي بيغادي هناك بيشتبكوا مع الجماعة الجاية من جنوب الخرطوم بيغادي هناك وبنكبدهم خسائر. والله العظيم قال لي قوات عديل كده تعال لها كده يجي قرور تختار عديل وتقول مستحيل القوات تقوم من هنا، متحركات مشكلة من كل جايبين من الرابعة جايبين من 14 جايبين من هنا اقسم بالله وناس زواس يعني ما جيش بتاع مكاتب ولا جيش كان قاعد، دي الناس كانوا اساسا في مناطق ملتهبة، كانوا في جنوب كردفان كانوا في دارفور كانوا متحركات لا تحصى لا تعد قاعدة فجأة كده عمك ود البغيض شبكهم لقى انسحاب 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 انسحب زخايرهم ده خلوها يا هل هو اللي هناك انا كنت مراهن على تنظف الله جنوب الخرطوم دي كلها اقسم بالله العظيم فجأة كده سحبوها ودي جابت الطامة ذاته للنيل الابيض فشغل كله شفت شغل يعني سبحان الله يعني شغل كله مرتب الخيانة ذاته مرتب لها ترتيب النازل الخيانة ذاته مرتب لها ترتيب عشان كده انا بقول لك الجنج ديل ما حصل دخلوا منطقة واستلموها باشتباك مستحيل جيشنا ده يدخل معركة مع الجنج ديل يهزم ما لم تأتي تعليمات الانسحاب كل اللي حصل كان في الاحتياط المركزي جنوب الخرطوم توقيعات انسحاب كان في اليرموك خاتين فصيلة حتى المسرحية اللي عملوها الجنجة بتاعت الأسرة بتاعنا اليرموك طلصوا فيها وقضبوا فيها ومسكوا ناس من الشارع لبسهم كاكب بتاع جيش قال لك ديل الأسرة بتاعنا اليرموك طلص 61 خاتين مستجدين شارع السلم غادي بنا خاتم مستجدين كل الاماكن الصغيره صغيره اللي هاجموا على الجنجه دي كويس كان يعني ما في جيش ولا اي حاجه لكن معركه كده حقيقيه خاضوا الجنجه دي وانتصروا فيها على الجيش مرقوا منها الجيش ده عديل كده بهزيمه ما في كلها انسحابات انسحب 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 الاحتلال المركزي النادي انسحبوا على كم جزء وسحبوا مدرعات عديل مدرعات اللي انت شفتها في الجراج اقسم بالله ولا اي حاجه بالنسبه لل مدرعات بتاعت الهناء اللي كان قاعده داخل وخلوا صناديق بتاع الذخيره الشغله كلها قلت لك شفت تعليمات انسحاب قاعد اي موقع يا جنجي انت جيت استلمته وقعدت فوقه قعدت فوقه بتعليمات الانسحاب ما اسقطته عسكريا كان تدق راسك في السماء لو دقيت راسك في السماء ما اسقطت الموقع ده عسكريا اسقطته بالتواطؤ وبالتراخي وبالخيابه بتاعت شنو قياده السيطره اللي بقول لك انسحب يعني نجمع القوات ونشتغل فيها طيران نشتغل فيها مدفعيه ونضعفهم وما عارف شنو كله طلع الصاي كله طلع الصاي يقول له قوه صليبه هو دول ماشي بكر عينه صليبه بتاع شنو زي الشاي الكلاش يقول له قوه صليبه صليبه بتاع شنو صليبه ده احنا بنعرفها ما هي العربات المحمله بالسلاح دي تيجي تقول له قال قوه صليبه تسيب له موقع زي موقع الاحتياط المركز وناس الاحتياط المركز زي علموا الناس الشغل زاد تيجي تسقط موقعهم وده جاب الكلام زاده تسقط موقعهم الرئيس ذاته بالانسحاب وتجي تقول لي ما عارف شنو طيب الراكز اياب قال القحاطة انصدموا بعد ما هو شوف داري اقول لك حاجة يا راكز انا احنا ما في القحاطة انا زي ما خلاص يتعرفوا انه الناس مطلساتية وناس بتاع انسواقة كويس واصبحوا كيزان جنجي عديل انا في الفيديوهات شفناها قبل سنين وفي ناس مصدقيننا ومشيريننا سبحان الله مشيريننا على اساس انه دي قال لك اشتباكات اشتباكات في شنو؟ لا في اشتباكات لا حاجة موضوع يتحلى والأخطاء ياخذ جزاءه ما في زاد كبير على القانون وإن بقى مدير جهاز الأمن المخابرات ذاته وإن بقى مدير جهاز الأمن المخابرات ذاته ما كبير على القانون وحنردمه هنا شفت لو حاول يجامل أو حاول يمشي شمال يمشي يمين طيب ده قال السؤال هل في قائد منطقة عسكرية بينسحب من غير أوامر؟ لا لا طبعا لا انسحاب انسحاب ده بيجوك تعليمات عديل بيقول لك انسحب
ركيب طراز بيقطع منك الذخيرة، ركيب طراز أكتر ما بيشتغلوا بك زاد، ما بردوا عليك. عندك أقرب مثل، عندك هنا ده قال لك انسحب من تلقى نفسه. جودات ده ما قطع الذخيرة، جودات ده قطع الذخيرة ووقف منه الطيران. ليكون في علمك، قطع الذخيرة ووقف منه الطيران جودات ده. عندك ناس 20 هتضيعين بيجوا ما بردوا عليهم تلفونات ذاته، والله العظيم تواصل، والله ما قاعد تواصلوا معاهم. حتى في الانسحاب الناس اللي وقع في ثلاثة كمين في انسحاب بيحصل من غير تأمين، فرقة كاملة منسحبة وما بكون في تأمين، قطاع جوي ما في، مثلا الناس بينسحبوا وقع في الكمين الأول، وقع في الكمين الثاني، وقع في الكمين الثالث، معقولة دي؟ بعد كلها هنا برضه عندك ناس زالنجة برضه، عقيدة الكارب بتاع زالنجة ده نازل ما خزلهم بالذخاير، تقال خزلهم بشنو؟ بعدين شغل من السيطرة يا معلم، يقول لك انسحب، توجيهات انسحب، أوقف الضرب انسحب عادي، ما انسحبت بتبقى فيك وبتبقى في عساكرك كده يعني. ده قال بتاع بابونوس، بتاع بابونوس هذا في قصة، وده الحاصل. ولو عندك ايه في بابونوس زاله، ومعاوية ده تحديدا ساعدته معاوية ده، وده رموت نازل كان وصلوه الناس الإدارة الأهلية قعدوا معاهم، وده طبعا انت عارف مبارك ده الجنجة ومبيوعين وما عندهم ضمير، ده قعدوا معاهم وقال لهم انتوا ابناء المنطقة وانتوا شايفين الجيش ده وما عارف شنو هناي. ده رموت ده قال لهم اقسم بالله نحن ما يشيلونا من الحتة دي هنا الا جثث، لكن بيع ما بنبيع والله، استلام والله نازل ما بيستلموا، نموت معاهم هنا. معاوية ده اقنعوه يا اخت انسحب عشان ما عارف شنو، قال لهم لا حنقعد، وفعلا قعد واشتغل واتفق مع عساكره ومع قياداته انهم ما يطلعوا من هنا الا وهم شنو؟ جثث. ثبتوا واقنعوا الجنجة وبلوم وديل ذات وروك در يعني ديل سبحان الله هسه ده ما بيعمل بالعمل، انه يا الجيش ده ركوب راس ما بتقوم، بتقوم التعليمات. لو انت جيت قارنت تسليح درمود او تسليح معاوية درمود ده بتسليح الفرقة الأولى، فرق شاسع يا زلمة، فرق شاسع. كان العتاد كان العد هنا كان العدد فرق شاسع جدا جدا. حتى القوات اللي هاجمت بابونوس اكثر من اللي هاجمت الجزيره بمراحل كمان، اضعاف اللي هاجمت الجزيره. ام حار ضاربين المدفعيه بتاع الجنجه جايبينهم ما عارف من وين وجايبينهم من وين، كلهم انجغموا وهزموا في بابونوس. نازل وصلوا لحد بوابه 89، لحد بوابة 89 بعد ده قدروا استطاعوا تاني يمرقوهم، استطاعوا تاني يمرقوهم يا اخي. نازل اقسم بالله العظيم بيدفنوا فين بالمطمورة، شغل يعني بيختلف. ده كله عشان شنو؟ عشان الجيش ده قاتل، وده الجيش اللي احنا بنعرفه. عشان كده جين جاسة كسروا حنك بابانوس ده بالمرة، بيقولوا شغالين من هناك انا احنا وحنجي بابانوس، وكذب كله كذب. وجزء منهم كبير قال يا اخي خرجنا الفاشر في ضي، لكن بابا نصر بقت ما في ضي، بقوا شغالين رسائل يهددوا في عمك النظيف، يهددوا ما عارف في درمود، يهددوا في منو، وطلص ما بيجوا سواقين ساكت ما عندهم اي حاجه. يا اخوانا اليوم اطلنا فالحد هنا ونقيف. الناس ما تنسى لايك وشير عشان نقدر نحافظ على البث، ولا نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.